شيخ تونسي يقنع زوجته بخلع الحجاب يثير صدمة في العالم العربي. تصريح مثير للجدل حول الحجاب للداعية التونسي محمد بن حمودة أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد قوله في مداخلة إعلامية إنه أقنع زوجته بنزع الحجاب. يعتبر الداعية محمد معروفا في تونس إذ لديه حضور إعلامي كبير في القنوات الإعلامية الخاصة بعد ثورة 2011، كما أنه مقدم برامج بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الحكومية. آراء مختلفة أثارها تصريح بن حمودة، إذ أثار تصريحه غضبا كبيرا لدى عدد كبير من التونسيين والعرب، فيما استنده عدد من مستخدمي السوشيال ميديا معتبرين أنه يمثل نموذجا للعلماء المعتدلين، بينما عبر آخرون عن رفضهم التام لحديثه موجهين إليه انتقادات لاذعة.